Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggadir hak marasi auma hadi teratakas degik bor wahid itnin talatha talat mil aga halib powder wahid itnin talatha mil aga khamira horia hal mil aga sukar من أجا ملي خاشن من أخرتي وما نحط عليه مويا واحد اثنين نخلط أول وهذه ثلاث من القاس مويا الخرطة سركي داو نحتاج شوي مويا إيطاني والحين أبي حط بالخلاطة صايب كيف الخلطات صار مثل كده صار لي تمام همان اتركه مدة 45 دقيقة عشان تخمر وكده الخلطة خلاص تخمر مدة نص ساعة وهطمي الأقاه من الزيت عشان ما يلزق على الساج وخلطنا وهذا همينا الساج الحين نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اوكي دا خلصنا على مصابيب او مراسي سايب كيب وهنا أنا عندي كشنه بصل بصل مع الزبدة هذه آخر شيء خلينا ندوقي بسم الله الرحمن الرحيم تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا مطبيب بالألم أهلا مراسي لذيذة مرة جربوا يلا لايك وكومين وشير طيب مع السلامة السلام عليكم